أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإمارات وينطلق منها لزيارة تاريخية إلى مصر، الأمر يحمل دلالة رمزية. فالإمارات كانت البوابة التي عبرت منها تركيا لمصالحة الدول العربية بعد تغيير سياساتها الخارجية عام 2020. المصالحة مع الإمارات فتحت الباب لمصالحة تركيا مع السعودية ومن ثم مصر. الرئيس أردوغان يتحدث في القمة العالمية للحكومات، يدعو إلى الاستثمار في بلاده، وهنا نتحدث عن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وتركيا. التبادل التجاري غير النفطي قارب 20 مليار دولار سنويا، والإمارات ستستثمر 50 مليار دولار في تركيا في موانئ، في بنية تحتية، سكك حديدية، قطاع الاتصالات. لكن الإمارات مثل بقية المستثمرين الأجانب تنتظر استقرار الليرة التركية ربما هذا الصيف بعد الانتخابات البلدية. أردوغان أيضا يلتقي هنا رئيس الدولة محمد بن زايد في لقاء مهم على أجندته غزة، وأيضا العلاقات مع مصر وملف ليبيا، ملف ليبيا الذي ربما تحاول الإمارات حلته لتركيا قليلا من أجل تحسين علاقات مع مصر، كونه الملف الخلاف الأخير المتبقي بين القاهرة وأنقرة، ما جعل أنقرة تذهب لطرح فكرة بيع مسيرات للجيش المصري. هذه المسيرات بيرقدار أيضا ستشتريها الإمارات وستصنعها هنا، وبالتالي هذا الملف الليبي، زيارة الإمارات قد يساعدان على نجاح زيارة أردوغان للقاهرة.